إذن نتابع معكم ومن موسكو الدكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية. مرحبا بك دكتور محمود. في كلمة التي ألقاها وأطل بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث وأشار أنه ليس لدينا أعداء لا في الشرق ولا في الغرب، ثم في مجمل كلمته أو في معرض ما أشار إليه تحدث أن الغرب يريد تدمير روسيا. هل المواجهة فعلية اليوم على مستوى نخبوي أيديولوجي، وهل فعلا لا يوجد أعداء ولكن هنالك مواجهة مع الغرب؟ أول شيء يسعد أوقاتك سيدتي الكريمة والأخوة المشاهدين. طبعا كلمة الرئيس بوتين واضحة وعدة مرات قالها وليس الآن، أن روسيا تحارب النخب الأوروبية وليس الشعوب الأوروبية ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية. هي النخب التي الآن على سيادة الحكم التي فعليا بدأت بمحاربة روسيا منذ عام بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي. يعني أول شيء كان في نوع من أنواع الصداقة، وبدأت يعني بعد ما يسمى مخالفة كل الاتفاقيات الثنائية بين حلف الناتو وروسيا، بدأ الناتو بالاضطراب الروسي شيئا فشيئا، بالإضافة من جعل بعض دول الاتحاد السوفيتي السابق كأعداء جيوسياسيين كما حصل في أوكرانيا ويحصل الآن في مولدافيا وكذلك في جورجيا سابقا. يعني لن ننسى الحرب الجورجية عام 2008 كمان نفس الشيء، لما سيد الحكم السيد ساكاشفيلي الذي قابع في السجن الآن والذي كان يعني أعلن حربا على روسيا عام 2008، وبعد أسبوع انتهت هذه الحرب بنصر روسيا في منطقة جنوب أسيتيا. يعني نقول روسيا هي تعاني من مشكلة واحدة، تعاني من مشكلة أن تريد أن تعيش بسلام وحدودها أن تكون بسلام، وخصوصا أن كل اتفاقيات أو إعطاء استقلال لدول الاتحاد السوفيتي لكل دولة لديها ما يسمى قرار الدولة أو ما يسمى مصير الدولة. كل هذه الدول لما وقعت على اتفاقية خروج الاتحاد السوفيتي وقعت على أساس أن تكون دول محايدة، بالإضافة أن هناك كانت اتفاقية روسيا الناتو عام 1997 عدم التجاوز الناتو إلى حدود روسيا، أيضا خلت في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الوعود التي لا تنتهي ولا روسيا قبل بداية العملية العسكرية كانت واضحة وعطت رسالة للمجتمع الغربي أن يدرسوا وضع أمني جديد في أوروبا وتحفظ أمن روسيا، ولكن لم يرد الغرب خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الطلب، واضطرت روسيا للقيام بعملية عسكرية خاصة حتى تحفظ أمنها وسلامها. فكان الرئيس بوتين واضح اليوم في كلامه أن النخب الغربية النخب الغربية هي من تحارب روسيا وليس شعوب العالم. يعني نرى جيدا أن شعوب العالم خارج أوروبا، شعوب العالم كلها مع روسيا. انظري إلى المظاهرات في ألمانيا في الدمسا لتأييد روسيا البارحة كانت موجودة، واليوم في مظاهرات كبيرة في عموم ألمانيا لدعم روسيا. يعني روسيا لديها مشكلة فقط مع النخب الغربية وليس لديها مشكلة مع شعوب العالم، هي تريد أن تزرع السلام على أمنها، على سلامة على حدودها. تابعنا يعني هذه الاحتفالات بعيد النصر وما تعنيه للعديد من الدول دكتور محمود، ويبدو أنها هي الاحتفالات الثانية منذ بدء العملية العسكرية الروسية باتجاه أوكرانيا. ما الذي تغير على مدار هذا العام ونيف في روسيا تحديدا وعلى مستوى العالم إن استطعنا الإيجاز؟ هلا بشكل عام حسب اذا قرأنا الاحتفالات كانت الاحتفالات في هذه السنه مصغره جدا، لم يكن هناك عرض جوي بسبب الامن بسبب اغلاق المجال الجوي كله بعد محاوله اغتيال رئيس بوتين، كان الوقت قليل جدا، وبالاضافه كان وجود هذه السنه من رؤساء من الاتحاد السوفيتي السابق، هذا امر مهم جدا. انا في رايي هناك الان اجتماع مع هذه الرؤساء لقرار غدا، أنا في رأيي هناك غدا قرار حاسم بالنسبة للعملية الخاصة، العملية الروسية الخاصة، العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا. الرئيس بوتين سيعطي معلومات أو بعض القرارات التي ستتخذها روسيا غدا. أنا في رأيي غدا سيكون اتخاذ قرار حاسم لرد على أوكرانيا بالنسبة لمحاولة الاغتيال واستهداف ما يسمى العمق الروسي في الأسبوع الأخير. أنا هذا أول شيء بالنسبة للاحتفالات. أما بالنسبة بشكل عام للأجواء الروسية العامة، روسيا يعني الشعب الروسي هو من أول بداية العملية العسكرية يعلمون جيدا، لأنه كما يقول المثل شعوب مكة أدرى أهل مكة أدرى بشعوبها، نعم بشعوبها أهل مكة أدرى بشعوبها، أنا آسف
يعني تعلم جيدا أن المصدر الحكومة الأوكرانية هو المصدر من غرب أوكرانيا، وهو معادي لروسيا، وهو حتى حارب مع هتلر في الحرب العالمية الثانية. نعم. وكان هناك عفو من طرف الاتحاد السوفيتي على هذه القوات، والآن ظهروا من جديد واستلموا سلام الحكم في أوكرانيا، ونرى الآن لذلك الشعب الروسي مؤيد. يعني أنا أقول كله مؤيد. نعم. نعلم جيدا أن بالتسعينات تفضلي. نعم، يعني أعذرني لمقاطعتك دكتور، يعني وصلت الفكرة ولضيق الوقت. أشكرك دكتور محمود الأفندي الباحث في الشؤون الروسية، كنت معنا مباشرة من موسكو في الحديث عن ما يحدث اليوم في عيد النصر، وأيضا انعكاساته سواء كان في الداخل الروسي أو ما يجري على المستوى الدولي من ترتيبات يشهدها العالم. شكرا دكتور محمود.